السلام عليكم الحدقات دياولي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم كامل يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نشارككم هاد الحريشات المالحين، حريشات معمرين، حريشات هشاشه البنات كيدوبوا في الفم. الا جربتوهم غادي تدعيو معايا، فتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. وكما نقول لكم دائما فرجه ممتعه، وما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم وتعليقاتكم والبارتاج، وشكرا لكم. فبالنسبه للمقدار اللي غادي يخرج لكم 9 حتى 10 ديال الحريشات، انا استعملت هنا 400 غرام ديال السميد، السميده المتوسطه. سميد 400 غرام، اللي ما عندهاش الميزان دير واحد ربع ديال الكيسان نتاع السميد. غادي نزيد عليها واحد نصف ملعقه صغيره من الملح، غادي نزيد عليها واحد الرشه خفيفه ديال السكر، وغادي نزيد عليها ساشي ديال الخميره ديال الحلويات المقدار ديالها 8 غرام، وغادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. ملي خلطتهم البنات غادي نضيف عليهم معلقه واحده زبده، معلقه كبيره زبده، وغادي نضيف عليهم نص كاس زيت، نص كاس زيت ما يعادل 86 مليلتر، وغادي نخلط او نبسس هاد السميده بالزبده والزيت، نبسسها مزيان كاع تولي عندي مبسه مليح مليح بهذا الشكل هذا. هنا غادي نجمعوها بكاس ديال الماء عادي، كاس ديال الماء ما يعادل 160 مليلتر. عطيتكم مقادير مضبوطه باش تخرج لكم ناجحه 100%. بديت كنخلط هذاك الكاس تاع الماء، غادي تبان لكم بحال اللي شويه جاريه، ولكن معليش راه السميده دغيا كتنشف وكتشرب. غادي صافي كيما شفتوا دلكتها مزيان جمعتها، غادي نخليها ترتاح ونمشيو نوجدوا الحشوه ديالنا. الحشوه اللي نقترح لكم بسيطه وسهله مهله. خديت هنا الزيتون الاسود، الزيتون الاسود حيدت له النواه ديالو وقطعته الكميه، شوفوا نتوما على حساب شحال غادي تعمروا ديال الحريشات. زدت عليه علبه تاع الطون تاع الزيت اللي صفيتها من الزيت ديالها، ضفتها على هذاك الزيتون، وغادي نزيد زوج قطع نتاع الجبن المثلث، وممكن تستعملوا الجبن المبشور او الجبن المربع، استعملت جبن مثلث. فغادي ندير واحد الرشه خفيفه تاع الزعتر، كتعجبني البنات الزعتر ولا اعشاب منسمه، درت رشه خفيفه. ومن بعد خديت واحد الفرشيطه وبديت كنعكتهم مزيان مع بعضياتهم باش كلشي كيتخلط، هذاك الفرماج وكلشي كيندمج مع بعضياته. فنخلطوهم مزيان وهي الحشوه ديالنا جاهزه. ممكن تضيفوا زيتون اخضر يعني ماشي مشكل. نبداو نشكلو. هنا وجدت شويه نتاع السميده خليتها تما، غادي نستعمل البنات هذا الغطاء ديال غطاء ديال شي لابواط نتاع شي بقال، باش غادي نشكل هاد الحريشات يخرجوا لنا الشكل ديالهم زويون. فكتاخذوا كره من العجين على حساب ديك الغطايه اللي غادي ديروا الحجم، فكتاخذوها وكديروا لها حفيره في الوسط ديالها، كتعمروا الحشوه ديالكم بهذه الطريقه بهذا الشكل، وكتبلعوا كتجمعوا عليها العجين هكا من الجوانب بشويه بشويه حتى كتبلعوها ما كتبقاش باينه لكم تماما الحشوه، كتبلعوها مزيان وتوليوا تكوروها هكا بيديكم وتفندوها في السميد بهذا الشكل هذا، وتحطوها في ديك الغطايه اللي غادي ترشبوا عليها، تضغطوا مزيان مزيان باش تاخذ لكم الشكل هذاك، ومن بعد كتقلبوها بكل سهوله. شفتوا كتعطي لنا شكل زويون مرتب وزويون. فغادي نستمر هكا، نعاود مره اخرى. كناخذوا كميه من العجين كنديروا فيه الحفره وكنعمروها بالحشوه، ومن بعد كنبلعوا عليها شويه بشويه حتى كنسدوها بهذه الطريقه، كنكوروها مزيان نفندوها في السميده، ومن بعد كنديروها في هذيك الغطايه ونضغطوا عليها مزيان باش تاخذ الحجم ديالها، ومن بعد كنقلبوها. فغادي نستمر حبيباتي بهذه الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي. هذه الكميه انا عمرت بها 6 ديال الحريشات، وخليت الاخرين نديرهم عاديين، يعني واخا تقدروا ديروا حرشه كبيره بهاد المكونات تخرج لكم حرشه رائعه يشكروكم عليها البنات، ما كتجي لا يابسه لا والو، كتجي هشيشه وبنينه فريمون، كتجي رائعه.
كما شفتوا اللي بقى لي كملته غير بنفس الطريقه وبلا حشوه وبنفس الطريقه باش يعطيكم هاد الشكيلات الزوينين. نفوتوا دركي نطيبوهم. كتاخذوا الطاجين ديالكم وكتسخنوه مزيان، انا كندهنه بواحد المعلقه ديال الزيت، ومن بعد كيكون سخون ومن بعد كنحط عليه الحريشات ديالي. بديت بهذوك اللي معمرين نطيبهم. الحرشه عمركم تنقصوا لها البنات، عمرو تنقصوا لها النار. الا نقصتوا لها النار تما اللي كتيبس العكس، ديروا النار ما بين متوسطه حتى المجهده، ما تكونش كاع مجهده بصح ما بين متوسطه حتى المجهده، وخليوها طيب. تشوفوها حمرت من واحد الجهه تمشيو تقلبوها في الجهه الثانيه حتى تحمر عاوتاني مزيان، ومن بعد كتحيدوها كما شفتوا خدات لي اللون زويون وكتحيدوها، وبنفس الطريقه طيبوا الاخرين وكتقدموهم. وهما الحريشات ديالنا البنات اللي هادو اللي عمرتهم كي راكو تشوفوا جاو كيشهيو البنات. غادي نحل لكم وحده وتشوفوا كيفاش كيجيو هشاشين بزاف بزاف. وهادوك ثلاثه كما شفتوا هاد الكميه انا خرجت لي 9، 6 درتهم معمرين وثلاثه خليتهم عاديين. فشوفوا نقسم معاكم، شوفوا معايا كيفاش كيجيو رائعين. هذاك الفرماج كيدوب وشي حاجه اللي هائله هائله. وشوفوا معايا حتى الحرشه ملي كنقسمها باينه فيها الشيشه. فنتمنى يعجبكم فيديو اليوم حبيباتي. الى عجبكم خليوا لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو، خلي لي شي تعليق زوين. ما تبخلوش عليا البنات باش تشجعوني نقدم لكم المزيد من الوصفات. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ودائما مع شهيوات صفاء. مع السلامه.